محمد، شنو هو الميساج اللي ما خلطش، خاصة وأنه فما برشا تساؤلات اتطرحت بعد لا تحدثنا على البهائية، فما اللي قالوا ما فهمناهاش مليح هذه الديانة، أو اللي يقولك كأنها تيار فلسفي أو فكري، فما اللي تسألوا على دور العبادة متاع البهائية في تونس، اسكو يلزمهم عندهم معبد، عندهم رجال دين في البهائية، هذا الكل كان نحاولوا نجاوب عليه. هو حبيت نقول كلمة على اللي بيان تقال بيان سيغ أي تتفاعل معاهم. لا حبيت نعبر على اون امبرسيون، تبارك الله ملا طراز عالي معناها في الشعر، في اللي قالوا سي سليم فريمون ملا مستوى، معناها جو نو فوا با باش نعاود نقول هالمستوى هذا في الكلام وفي الفكر، وان شاء الله شعبنا يسمع هالنداءات هذه ويستجيب لمحبة البلاد ويستجيب لقبول التعددية هذه والاختلاف هذا. بالنسبة للدين البهائي هو دين، وككل دين عنده أحكامه وعنده تعاليمه وعنده كتبه السماوية وعنده شريعته، معناها هو دين الله واحد، يقول حضرة بها الله ويقول هذا دين الله من قبل ومن بعد، معناها ما فماش أديان برش، هو دين الله واحد فقط، مع كل مرحلة من مراحل نضج الإنسانية ربي يبعث رسول ورسالة. واضح جدا. نحن نعتقد إنه حضرة بها الله هو الرسول اللي بعثه ربي في هاليوم هذايا وفي هالعصر هذايا. الدين البهائي جاي خاطب إنسانية نعتقد خرجت من مرحلة المراهقة والطفولة ودخلت في النضج. فالإنسانية اللي داخلة في النضج أن با بزوان دو كليرجي، لا ما تحتاجش لا مشيخة لا رجال دين بصفة عامة، لا 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 كهنة لا حتى شيء. فالإنسان بنفسه، الإنسان هذايا اللي هو ميز ربي بالعقل قادر على أنه يحلل ويفكر، وهالمبدأ هذا يسميه حضرة بها الله مبدأ تحري الحقيقة اللي هو بيرسونال، يفوك شاك انديفيدو، كل شخص بكل قوة وبكل عزيمة يبحث ويفكر ويتأمل، لأنه الدين مع احترامي لخويا جاكوب لا يورد في المفهوم البهائي، بل هو يكتسب، لأنه نجم كنت نتخطف أنا صغير في مكان ما ونتحد في عائلة مسيحية، نتحد في عائلة كذا. طيب. عملية البحث مهمة جدا في الديانة البهائية. تريز امبورتون. طيب. بناء عليه المبدأ الأساسي الركيزة المفتاح معناها للدين البهائي هي وحدة الجنس البشري. لونيتي دون لا ديفيرسيتي، لونيتي دو جون رومان. فاحنا نعتقد للإنسانية خرجت من مرحلة عائلة، مرحلة دولة، مرحلة مدينة، مرحلة قبيلة، اليوم احنا نشهد يوم اللي اوني اوني دون لا ديفيرسيتي نحب ولا نكره. فما عندناش رجال الدين هذية، عندنا هالوحدة هذية، عندنا صلوات، باش نجاوبك على فكرة هل عندكم دور عبادة ولا لا؟ الصلاة البهائية هي صلاة فردية، صلاة مخاطبة لله سبحانه وتعالى بين عاشق وبين معشوق اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. فهالحوار هذايا الحميمي هو العزول كما يقول واضح، ما ينجمش، ما عندوش مكان. فدور العباده ماهيش موجوده لانه الصلاه فراده، لكن عندنا سكون ابيل دي تومبل بهاي. هاللي تومبل هذوما جاي يتكرس في مبدا وحده الجنس البشري. ففي الهند ولا في اوغندا والا في امريكا والا في المانيا تلقى معابد بهائيه مفتوحه لكل الديانات ولكل اللادينيين، يجيوا باش يتأملوا في كلمة الإلهية متاعهم، اللي يقرأ القرآن، اللي يقرأ الإنجيل، اللي يقرأ جبران خليل جبران، اللي يحب، المهم لحظة خلوة وتأمل. نعم، يعطيك صحة. لنكمل معك بالميساج متاعك اللي ما تقالش ربما في حلقة الفايتة، شنو تحب تقول باش نختم معكم؟ والله حضرة بها الله يأكد على فكرة مهمة برش، الإنسان اليوم هو الذي يقوم على خدمة من على الأرض كلها. وبالجد معناها ملينا من الكلام وما احوجنا انه نقوم بكل تفاني، مي فريمون تفاني، معناها ايا كان تفكيرنا معتقدنا جنسنا لوننا، نحبوا بلادنا ونخدموها ونخدموا شعبها. هذه اولويه الاولويات.